أهلا بكم. حذرت قوات سوريا الديمقراطية من أنها قد تضطر للتوقف عن قتال تنظيم الدولة الإسلامية في آخر جيوبه إذا اضطرت لإعادة الانتشار لمواجهة هجوم تركي في حال حصوله. يأتي هذا في وقت ما زال القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا يثير العديد من التساؤلات إزاء التوقيت، فضلا عن التداعيات الجيوسياسية من قرار كهذا بإمكانه أن يخلط الأوراق في المنطقة. لم يكن قرارا مفاجئا، فهذا الرجل لم يفتأ يثير الزوابع وهو يتعامل مع عصا بلاده العسكرية في الجهات الأربع. فرجل المال لا يروج لبضاعة شرطي العالم كعهدنا بأسلافه، على الأقل هنا حينما يخرج بلاده من التراب السوري فهو يربح حين يستجيب لوعود روج لها بإخراج قوات بلاده من بؤر الأزمات، ويربح كذلك بإعادة جنوده سالمين، ويربح حينما يصر على شعار أمريكا أولا، ويربح حينما ينكفئ على هموم الداخل ويكسب شعبويا تلك الجبهة. فالانسحاب بالنسبة له قرار ذو شأن داخلي، فهو لا يؤمن بقرارات أخلاقية لحماية شعب أو عرق أو طائفة حينما يبحث عمن يدفع لأجل الحماية. تصور من تصور أن توجهه لتدعيم إدارته بالصقور الشرسة أنه سيلجأ لشن حملات عسكرية في مناطق المصالح الأمريكية، فالكلب المسعور أصبح ذيله بين ساقيه، ورجل الذي من فك يعلن حربه ضد إيران ينتظر قراره. جل الشراسة تخرج عن الطاعة، لكنه يكسب ود من يقول أن سوريا ليست خليجا فاحش الثراء، حيث لنا هناك ناقة وجمل يريد احترابا مع إيران. قال ترامب وهو يسحب عديد قواته إنه حقق نصرا على تنظيم الدولة، كذلك يبتهج هؤلاء وهم يعتلون سلما للنصر ذاته، مالئين جل الفراغ السوري حتى لو كان أمريكيا. كنا قد أخذنا قرارا الأسبوع الماضي بتنفيذ عملية عسكرية شرقي نهر الفرات، لكن الاتصال الهاتفي الذي أجريته مع الرئيس ترامب والتواصل الدبلوماسي والأمني وكذلك التصريحات التي صدرت من الجانب الأمريكي جعلتنا ننتظر لفترة محددة. فسحة أمل لأردوغان، فهناك تحسن في العلاقة مع واشنطن، وقد يتبع الأمر تسليم عبد الله جولن لأنقرة فيما بعد. هكذا تترك الساحة للتوافق الإقليمي، اللاعب الأبرز فوق التراب السوري، وللتغلغل الروسي العسكري برا وبحرا وجوا. فلا قبل لتنظيم الدولة المحكوم بجيب صغير أمام توافق كهذا، برغم مخاوف القوات الكردية حلفاء واشنطن من عودة اتساع نفوذ التنظيم إثر الانسحاب وتراجعها هي أيضا من خط المواجهة في دير الزور إلى الشمال مع تركيا. وهكذا تتحرر طهران من عنق زجاجة العقوبات الأمريكية والضغط السعودي تحديدا عليها، وهي تبتهج برؤية هلال يتشكل من العراق فسوريا وحتى لبنان، هلال يرعب من يرعب حينما يكون الحديث باسم الطائفة، بل حينما يضع الملال أثقالهم عند شواطئ المتوسط. ينضم إلينا من إسطنبول الأستاذ أوكتاي يلماز المحلل السياسي التركي، وأيضا من برمن في ألمانيا عبر سكايب الأستاذ شورش درويش الكاتب الصحفي الكردي. أبتدي معك سيد شورش، يعني بداية كيف ستتعاملون أو ستتعامل قوات يعني سوريا الديمقراطية مع هذا الانسحاب، وبرأيك كيف سيتم ملء الفراغ الذي سيخلفه الجنود الأمريكيين؟ مساء الخير. أهلا. يعني موضوع الانسحاب الأمريكي شكل مفاجأة لجميع الأطراف الدولية الفاعلة في سوريا وجميع القوى المحلية، ولا سيما من ضمنها قوات سوريا الديمقراطية.
مسألة كيف ستتعامل قوات سوريا الديمقراطية، أعتقد أنها ستستفاد من المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن خروج قواته قد يستغرق بين 60 إلى 100 يوم، وأعتقد أن هذه المهلة قد تكون كافية رغم ضيق خيارات الأكراد في تدوير بعض الزوايا، منها إقامة بعض العلاقات أو أفضل العلاقات مع دمشق، وكذلك قد تدفعهم الأمور إلى تشبيك العلاقة أكثر مع القوى التي رفضت الخروج من سوريا ومن عملية التحالف الدولي للإجهاز على داعش. ومن ذلك لابد أن نشير إلى فرنسا وبريطانيا اللتان قد تبقيان إلى فترة غير مسمى على الأقل. أعتقد أن الوضع الكردي الآن نشط، هناك زيارة يقوم بها موفدون عن مجلس سوريا الديمقراطية إلى فرنسا، هناك دعوات غربية ألمانية وفرنسية وبريطانية تدعو إلى محاربة تنظيم داعش وأن المعركة لم تنتهي، هناك خيار كردي أيضا متمثل بالتوقف عن محاربة تنظيم داعش، ولهذا الأمر أكلافه الباهظة على المجتمع الدولي برمته وعلى المنطقة بأسرها. وأعتقد بأن قرارات التي ستتخذها قوات سوريا الديمقراطية في الفترة المقبلة قد تكون يعني مخالفة لما عهدناه في الفترة الماضية التي كانت مبنية على علاقة بين القوات الكردية والولايات المتحدة، قد نراها تغازل إيران حينا، قد نراها تقترب من النظام السوري، قد تستفاد من الخلاف الذي قد ينشب بين تركيا وروسيا وتنفذ من خلال شقوق هذا الخلاف، قد تصبح المسافة أقرب بين موسكو والقامشلي. ما هي المعطيات يا سيد شورش التي تبني عليها احتمالية الخلاف الروسي التركي هنا؟ صفقة الاس 400 تم إلغائها في صالح صفقة الباتريوت الأمريكية. موضوع إدلب تم تنشيطه مرة أخرى، هناك اشتباكات قد تتفاقم الأمور، موضوع أستانا أثبت عدم جدواه، الكثير من الملفات التي قد تزعج روسيا منها محاولة توغل تركيا في شمال سوريا، هذا أمر يقلق روسيا التي تريد هي أن تحل محل الولايات المتحدة ولا أن تسمح بتوسع تركيا والجيش الحر على حساب الاستراتيجية التي رسمتها موسكو، وهي استراتيجية راسخة تريد سوريا كلها من منقار البطة في المالكية ديريك وحتى درعا. إذن نحن نتحدث عن إمكانية شقاق، وهذا محتمل جدا بالنظر إلى الوشائج. وأنت ترى بأنه بإمكان القوات الكردية بالفعل النفاذ من هذا الخلاف إذا ما نشأ بين تركيا وروسيا. دعني أنقل وجهة نظرك لضيفنا السيد أوكتاي يلماز. نيويورك تايمز سيد يلماز قالت بأنه تركيا هي أحد الأطراف الرابحة من الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سوريا، لا سيما بأنها ستسحب دعمها للفصائل الكردية المقاومة هناك، ولكن في المقابل أيضا كيف ستتعامل اليوم تركيا مع احتمالية التوسع الروسي كما تفضل ضيفي لملء الفراغ الأمريكي، مع أيضا إطلاق يد إيران في المنطقة أكثر مما هي يعني من السيطرة التي لها على الأرض، هذا سيسمح لها اليوم بالتوسع، كيف ستتعامل تركيا مع كل هذه المعطيات؟ تحياتي، مساء الخير. أهلا في بك. الحقيقة نعم، يعني كنا اعتدنا من ترامب على قرارات غير سائبة، ولكن هذا القرار حكيمة وسائبة ولمصلحة المنطقة وكذلك لمصلحة علاقة التحالف الاستراتيجي مع تركيا، علما بأن هذا اتخذ ترامب هذا القرار بعد التشاور والنقاش مع الرئيس التركي أردوغان. بالمقابل تركيا أجلت عملية تحرير شرق الفرات من المجموعات الانفصالية الإرهابية هناك. يعني هذه السياسة لم تكن سياسة ترامب في الحقيقة، أي طعم المجموعات الانفصالية هناك، ولم يكن الوجود الأمريكي لمصلحة سوريا ولا السوريين ولا لمصلحة المنطقة ولا لتركيا، بل كانت هذه السياسة تهدد الأمن التركي من جهة، وكذلك كانت تهدد وحدة واستقرار سوريا، ومكنت الولايات المتحدة سياسات أوباما وهذه يعني الجنرالات الموجودين طبعا هناك كلهم نعم تم تعيينهم من قبل أوباما. نعم هذه السياسات كانت نعم
حضرتك طبعا تتحدث من وجهة نظر تركية، ولكن دعني أنقل لك أيضا وجهة نظر متداولة. كل ومعظم المراكز البحثية اليوم، حتى سيناتورز داخل الكونغرس الأمريكي، يحذرون من أنه الجيوب التي خلفتها ما يعرف بتنظيم داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية بإمكانها اليوم إعادة تجميع الصفوف وربما العودة أقوى مما كانت عليه، وترويج لنظرية تم القضاء اليوم على هذا التنظيم لا يبدو أنه لها أساس قوي على أرض الواقع. فكيف ستتعامل تركيا مع هذه الفصائل؟ هذا غير صحيح أبدا. لم يعد هناك وجود حقيقي لداعش، وكان داعش مجرد بالون استخدم لأغراض استعمارية. أرادت الولايات المتحدة استغلال وجود داعش لتقسيم العراق وسوريا. لم يكن الآن هناك وجود لداعش، وكذلك يعني أرادت الولايات المتحدة ضرب الإرهاب بالمجموعات الإرهابية. ما قامت بها الولايات المتحدة كانت أخطر بكثير، كانت تتجه نحو تقسيم سوريا، نحو تهديد الأمن القومي التركي، كذلك استقرار المنطقة. داعش ليس خطرا، ولم يوجد هناك خطر أو تنظيم اسمها داعش الآن في سوريا. وإن وجدت مثل هذه الخطر، الجيش التركي مستعد، وبالتعاون مع الولايات المتحدة ومع جميع الأطراف الدولية المشروعة بإنهاء هذا الخطر، علما بأن تركيا قامت بتحرير أراضي من الحدود التركية السورية، جزء من الحدود التركية السورية، بتطهير هذه المنطقة من المجموعات الإرهابية مثل داعش والعملاء الكردستاني الإرهابي. داعش استخدمت فقط لتمكين الانفصاليين الأكراد من السيطرة والتمكين على جزء كبير من الأراضي السورية. طيب، هذه وجهة نظرك طبعا، أن أسمع رد عليها من السيد شورش. أتحدث عن وجهة نظري. نعم، ما رأيك أولا بما تفضل به السيد أوكتاي يا سيد شورش، وكيف سيكون التأثير المباشر اليوم على الشعب الكردي بعد إطلاق يد تركيا في المنطقة، لا سيما يعني مع الخلفية التاريخية أيضا إذا ما أخذناها بعين الاعتبار؟ يعني لنترك موضوع البروباغندا التركية على عدم وجود داعش في سوريا، وأن الموضوع هو مجرد أكذوبة. داعش موجودة، كان هناك 33 ألف مقاتل تابعين لداعش، شنوا الكثير من الهجمات على سنجار الكردية، على كوباني، على الكثير من المناطق الكردية، استولوا على مساحة تناهز مساحة بريطانيا المملكة المتحدة في سوريا والعراق. داعش حقيقة واقعة تم القضاء عليها بمؤازرة التحالف الدولي ومن قبل قوات سوريا الديمقراطية. هذا أمر محسوم، لا يجب أن نناقش في أمور ونفسر الأمور على ضوء نظرية المؤامرة. هذا برأيي يعني هروب تركي دائما إلى الأمام من خلال القول بأن لا وجود لداعش، أو أن الولايات المتحدة وقوات التحالف جاءت لتدعم الأكراد لكي ينفصلوا. موضوع الانفصال هو مجرد يعني أكاذيب متواصلة روجت لها دوائر دولية للحد من نشاط ونمو تنامي القوى الكردية على الأرض في سوريا. والأكراد ليس في كل مرة يجب أن نطلب الغفران ونقول أن الأكراد غير انفصاليين، هذا أمر محسوم. الأكراد سوريون وطنيون، هذا أمر لا يجب أن نناقشه مجددا. بالنسبة للتدخل التركي وما سيحمله من تبعات، أعتقد أن التأخر تركيا في تنفيذ وعيدها واحتلال المنطقة مرده إلى أمرين. السبب الأول أنها تريد لسياسة ترامب الذي يعاني من مشاكل داخل إدارته، تريده أن يتجاوز هذه المشاكل وأن تقول أننا كتركيا لا نشكل خطر على المنطقة بعد خروج الأمريكان. وهناك سبب محلي أيضا داخلي تركي، وذلك يريد الرئيس التركي طيب أردوغان شن المعارك على مقربة من الانتخابات التي ستحصل في تركيا في آذار مارس 2019، وبالتالي يريد أن يجير الموضوع كانتصار داخلي له. بالإضافة إلى هذين السببين، هناك سبب آخر. يا سيد شورش، نعم، يعني لأن الوقت دهمني ويجب أن أعود سريعا للسيد أوكتاي باختصار لأسمع ردك على ما تفضل به السيد شورش. باختصار سيد يلمز.
يعني المسألة بالنسبة لتركيا لا علاقة بشخصية السيد أردوغان، هناك قرار لمجلس الأمن القومي التركي وهو عدم السماح لقيام كيانات إرهابية انفصالية على حدودها مهما تكون الظروف والثمن. والولايات المتحدة أخذت ووعت هذه الرسالة التركية، لأن تركيا قررت حقيقة تنفيذ عملية شاملة لتحرير المنطقة من المجموعات الإرهابية وليس من سوريا. يعني هناك مجموعات مسلحة إرهابية قامت بتدحير إرهابي وبالسيطرة على هذه المناطق، وتركيا قررت تحرير هذه المناطق من هذه العصابات الإرهابية، وهذا طبعا قرار هنا يعني نقف من مستلزمات الأمن القومي التركي. نعم سنقف هنا حيال جدل لا يمكن حسمه بهذه الدقائق القليلة حول من هي الجماعات الإرهابية، وهذا يعود إلى التعريف التركي لنظرتها للجماعات الكردية في شمال شرق سوريا. أشكرك بكل الأحوال السيد أوكتاي يلماز المحلل السياسي، كنت معنا من إسطنبول، ومن برمن في ألمانيا السيد شورش درويش الكاتب الصحفي الكردي، شكرا لك.